مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم، ودايما منورين ومشرفين في بيتكم الاهلي وقناه الاهلي. كل سنه وحضراتكم طيبين الاول بمناسبه عيد الفطر المبارك، دايما طيبين ودايما بخير ودايما في رضا من الله سبحانه وتعالى، وكل عيد وانتم دايما بخير. اخبار كتير جدا حصلت اليومين اللي فاتوا، تعالوا كده اقول لكم بسرعه اهم الاخبار اللي حصلت في ال 24 ساعه تحديدا اللي فاتت، واهمها خطاب الكاف اللي قال فيه باختصار كده الاتحاد الكرة المصري، قولوا لنا الثلاث فرق اللي مشاركة في دوري الأبطال أفريقيا والكونفدرالية. حطوا الاتحاد المصري في ورطة كبيرة جدا جدا. الاتحاد اللي جه، الخطاب اللي جه من الاتحاد الأفريقي بيؤكد على قيمة النادي الأهلي. قيمة النادي الأهلي في إيه؟ في قراراته، قراراته بياخدها دايما بعقلانية، وبياخدها دايما بتأني، وبتكون واضحة، وبيكون أهمها المصلحة العامة للجميع قبل مصلحته هو شخصيا. ده قرار أو الاتحاد، الخطاب الكاف اللي أرسله الاتحاد الأفريقي لاتحاد الكرة القدم المصري. ده الخطاب قدام حضراتكم، مفاده زي ما قلت لحضراتكم قولوا لنا بسرعة ثلاث فرق قبل يوم 30/6 علشان نعمل حسابنا فيه. طيب عندنا احتمال يكون في أربع فرق، احتمال يكون في اثنين كونفدرالية، احتمال ولا أكيد يا جماعة؟ لسه أكيد أكيد اثنين كونفدرالية واثنين أبطال أفريقيا. الأهلي خلاص زي ما حضراتكم عارفين الحمد لله دايما الأول، الحمد لله وبإذن الله الأهلي دايما الأول، فخلاص مكانه في بطولة أفريقيا المفضلة بالنسبة له إن شاء الله تكون نصيبه. هنتكلم برضو عن هذه البطولة وتداعياتها واللي حصل في مباراة الترجي والوداد اللي فاتت. طيب قدام اتحاد الكورة حلين مالهمش تالت، يا إما يبعت للاتحاد الأفريقي الفرق اللي شاركت النسخة الماضية اللي هم الأهلي والإسماعيلي والزمالك. الأهلي بصفته كان بطل الدوري، الإسماعيلي الوصيف، والزمالك كان في المركز الثالث، أو يلعب المباريات قبل 30/6. فلسه مش عارفين هيحصل إيه. كان زمالك ومصري قلنا في كونفدرالية، وكان أهلي وإسماعيلي في دوري الأبطال. هل دوري الأبطال زي الكونفدرالية؟ أكيد لا طبعا. في فرق زي بيراميدز ممكن تتضرر من هذا القرار لو اتحاد الكرة المصري اعتمد الأربع فرق اللي شاركوا في النسخة الماضية، اثنين في دوري الأبطال أهلي وإسماعيلي، واثنين في الكونفدرالية كان الزمالك والنادي المصري. هيحصل إيه في الساعات القادمة؟ اتحاد الكرة هياخد قرارات إيه؟ مش عارفين. لكن زي ما قلت لحضراتكم الخطاب بتاع الاتحاد الافريقي بيؤكد على اهميه قرارات النادي الاهلي، وبيؤكد دايما ان قرارات النادي الاهلي هي قرارات صحيحه 100%. الاهلي لما خد قرارات قال ان احنا مش هنستكمل اللعب، زي ما حضراتكم عارفين القرارات اللي خدها النادي الاهلي، والكل كان قبل كده بيطالب النادي الاهلي بلعب ماتشاته، وقالوا ان ده الفير. وسمعنا فرق كتير جدا بيقولوا لا احنا متضامنين طبعا مع الناس اللي قالوا النادي الاهلي يلعب ماتشاته كلها علشان يبقى فيه فير في الدوري العام. لما الاهلي طلب كده الدنيا قامت وما قعدتش، لغايه لما الاتحاد الافريقي ارسل خطاب رسمي لاتحاد الكوره بيقول فيه يا جماعه قولوا لنا الاربع فرق اللي هيشاركوا في دوري الابطال والكونفدراليه. خلاص ورطه، ولازم يحددوا فيها مصير الدوري في الساعات القليله القادمه. مش عارف يعملوا ايه بصراحه، لكن كده كده الاهلي خلاص ضامن مكانه. الزمالك هل هو هيبقى الكونفدرالية؟ هل بيراميدز هيتكلم وهيقول لا يا جماعة احنا لينا مصالح واحنا لازم نروح في دوري الأبطال، احنا عندنا فرصة في لسه يعني بالورقة والقلم دلوقتي في الجدول. الأهلي 74، بيراميدز 70، الزمالك 68. الزمالك عنده ثلاث مباريات لكن مفيش حاجة مضمونة، يعني مفيش حاجة مضمونة، عنده جونة، عنده ماتشات مهمة جدا عنده الأهلي. يعني خلينا احنا في الاهلي دايما بنتكلم على الاهلي تحديدا، باكد وبقول، وكمان تناولوا رواد السوشيال ميديا